السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير يا شباب. درس النهاردة معانا إن شاء الله هنتكلم على الكورونا بروكسي. الأداة دي مهمة جدا، بالذات الناس اللي هتشتغل في مشاريع كبيرة أو عندها موديلنج تقيلة فيها شغل كتير، وحابين نكررها كذا مرة في المشهد بتاعنا. طبعا المشهد هيتقل جدا معانا، زي مثلا الموديل ده أنا جبته بس عشان أستعرض معاكم. بعد كده مثلا هجيب لاينز، انا بس عايز اوريكم حجم الموديل ده تقيل قد ايه، كميه بوليجونز وايدجز كتيره جدا. فبالتالي الاوبجكت ده لو انا دلوقتي حبيت اكرره في المشهد عندي كذا مره، طبعا لو الجهاز عندي امكانياته مش عاليه او الرامات عندي مش كبيره، غالبا هيعمل كراش وهيقفل مني او هيحصل معايا مشاكل كتير في الشغل بتاعي وانا شغال. فبالتالي الاداه دي معموله عشان نقدر نحل الموضوع ده ازاي. اول حاجه انا هفعل الكاميرا بالشكل ده كده، تمام، ونرجع تاني للشادنج بتاعنا، جراوند شادنج. وبعد كده الاوبجكت بتاعي اللي موجود اهو، انا هروح على تاب الكورونا واختار كورونا بروكسي. بمجرد اختيار الكورونا بروكسي في قائمة الاوبجكت ظهر معايا البيك فروم سين، يعني هو بيقول لي اختار من المشهد. مجرد ما انا ادوس على الزرار واروح اختار اي سين، سوري، اي اوبجكت عندي في السين بتاعي، مجرد بس ما هختار مثلا الاوبجكت ده وادوس عليه، ظهر لي كورونا بروكسي اكسبورت. انا هقول له اوكي، لان طبعا انا ما عنديش انيميشن. هروح احدد مكان اسيف فيه الموديل بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين هو اختار نفس الاسم بتاع الاوبجكت. مجرد ما ادوس سيف، هي كده هو بيحفظ لي الملف على الديسكتوب. ظهر معايا الواير فريم ده زي ما احنا شايفين. طبعا دلوقتي الاوبجكت الرئيسي انا مش محتاجه، فممكن جدا ان انا امسحه، اعمل له ديليت. وبالتالي دلوقتي نعمل له بس يبقى على الجراوند بالظبط بالشكل ده، وممكن برضو نسحب له خامة كده ونعمل ريندر. بالشكل ده طبعا دلوقتي الاوبجكت نفسه اصلا مش موجود معايا، بس هو في لينك واصل ما بينه وما بين الملف اللي انا حفظته على الديسك توب، فهو دلوقتي شغال منه. طبعا زي ما انتم شايفين المشهد خفيف جدا معايا دلوقتي، خالص كأنه فاضي تقريبا، او يعني حاجة لا تذكر. مجرد ما هقف على الكورونا بروكسي برضو، عندنا حاجة اللي هي الفيزواليشن ميثود. طبعا بعض اختيارات ممكن مثلا تختار بوينت كلاود، يعني بيحدد لك الاوبجكت بتاعك كانه منقط كده. ممكن تزود البوينتس دي او ان انت تقللها، تمام. ممكن تختار فول ميش، ان انت تبقى شايف الاوبجكت بتاعك كله. ممكن تعمل السولد، يعني كانه بوكس كده مصبوب. وممكن ترجع تاني للواير باوندنج بوكس، وانا افضل ان هو ده افضل واحد عشان حتى يبقى خفيف معاك في البريفيو. بعد كده هنفعل الكاميرا تاني ونظبط الاوبجكت كده معانا بحيث يبقى في السنتر، تمام. ممكن بعد كده اروح للكلونر واسحب الاوبجكت معايا كده، واروح للكلونر واختار من المود جريد اراي، واروح مثلا اخلي الكاونت، اتاكد بس ان هي على الجراوند بالظبط، ونعدل الكاونت مثلا نخليه 4 في 4، ونخلي السايز مثلا نخليه 30 في 25 بالشكل ده كده، تمام. شايفين كده شكل هيبقى معايا ازاي. كل دي هتبقى نفس الموديل بسهولة جدا من غير ما اني اكرره خالص خالص، زي ما شايفين كده بالشكل ده. هنفعل الكاميرا تاني، نروح بس على اعداد الكاميرا نخليها كلاسيك ونعمل رندر. شوف بس الشكل معايا هيبقى ازاي. تمام. ممكن برضو ان احنا نحط خامات من عندنا، بس الاول هنروح نعدل السكرين نخليه 1280 في 720، ونروح على الكاميرا تاني نخليها مثلا
كلاسيك او نبعدها كده شوية. انا بس عايز احط المشهد معايا يبقى في السنتر. تمام بالشكل ده مثلا. وممكن برضو نلف الروتيت الكلونر شوية بالشكل ده، نحركه كده شوية يعني تقريبا كده. هروح برضو اعمل كوبي بيست وبعدين بيست تاني وهسحبهم كده علشان اقدر ان انا اعدل او اغير في الخامات لنفس الاوبجكت. زي ما احنا شايفين كده انا بسحب الخامات على البروكسي اللي انا خدتهم كوبي، وهنروح للفي اف بي ونعمل نجيب قائمة البوست وتأكد الباص ليميت 20، يعني ممكن نرفعها شوية الباص ليميت. دينويزنج ماشي 65%، لا ممكن مثلا نخلي الباص ليميت نخليها 40 يعني. ولو ممكن عايز ان انا اقفل قبل كده ممكن، مفيش مشكلة خالص ان انا اعمل ستوب. الاول انا هعمل ريندر بعد ما اخلص الريندر. شايفين يعني شكل مقبول جدا، عدل لي الخامات زي ما انا حددت له، وانا اكتفيت بصراحة بالباص لغاية 27. فانا حتى هعمل ستوب على كده. زي ما قلت لكم الموضوع ده مهم جدا بالذات في المشاريع الكبيرة، بيوفر معاك وقت كبير جدا. لو انت جهازك امكانياته مش قوية هيسد معاك في حاجات كتير. وكده بقى خلصت معاكم درس النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.